بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق هو النبي الأمين له الصعاب تهون وقوله قول صدق وفعله مأمون أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء فوق البراق سريعا في رحلة الأنبياء.